بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب صف ثاني ثانوي نظام المكررات، تحية طيبة وبعض. سوف نتحدث معكم اليوم عن جهاز التنفس في الإنسان. أولا، يجب أن نضع الأهداف الرئيسية للدرس في أذهاننا. أول ما نبدأ أي درس لازم نكون واضعين الأهداف الرئيسية في أذهاننا، ويجب أن قبل أن ننتهي من الدرس يجب أن نكون قد استوعبنا الأهداف الرئيسية للدرس. أول هدف عندي للدرس إن أنت تقارن بين التنفس الداخلي والتنفس الخارجي، كما ترون التنفس الداخلي والتنفس الخارجي، إنك توضح مسار الهواء في الجهاز التنفسي، تحدد التغيرات التي تحدث في الجسم خلال عملية التنفس. يبقى أول هدف تميز بين التنفس الداخلي والتنفس الخارجي. الهدف الثاني إنك توضح مسار الهواء في الجهاز التنفسي، اللي هي آلية التنفس أو ميكانيكية التنفس أو مسار الهواء من الأنف إلى أن يصل إلى الحويصلات الهوائية. ده الهدف الثاني. الهدف الثالث إنك توضح أو تحدد التغيرات التي تحدث في الجسم خلال عملية التنفس. يجب أن نعرف أيضا جزيء الطاقة أو عملة الطاقة في الخلية، اللي هو جزيء ATP، اللي هو جزيء حيوي يزود خلايا الجسم بالطاقة الكيميائية. عندي بعض المفردات اللي هي الهامة أو المصطلحات العامة الهامة: الحركات التنفسية، التنفس الداخلي، التنفس الخارجي، القصبة الهوائية، القصيبات الهوائية، الرئة، الحويصلات الهوائية. هذه بعض المفردات اللي احنا سوف نتناولها بالتعريف أثناء الشرح في الأجزاء التالية. أهمية التنفس: يزود الجهاز التنفسي الخلايا بالأكسجين ويخلصه من ثاني أكسيد الكربون والفضلات الأخرى. أيضا يساعد على إنتاج الطاقة من خلال عملية إنتاج ATP والجلوكوز من خلال عملية الأيض أو عملية العمليات الحيوية التي تتم داخل الجسم. ثاني شيء عندي لازم نعرف الفرق بين الحركات التنفسية والتنفس. الحركات التنفسية هي عملية الشهيق والزفير أو عمليتي الشهيق والزفير، وهما حركتان آليتان تحدث من الرئتين وإليهما. فهنا هواء الزفير اللي هو الخارج من الرئتين، أما عملية التنفس فهي عملية تبادل الغازات في الجسم، ودي اللي بنحصل منها على الطاقة اللازمة للعمليات الحيوية اللي احنا قلنا عليها في مقدمة الدرس، اللي بنحصل عليها على جزيء ATP في الخلية. هذا المقصود بالحركات التنفسية. ناتي للهدف الأول اللي هو الفرق بين أو نميز بين التنفس الداخلي والتنفس الخارجي. التنفس الخارجي هو تبادل الغازات بين هواء الغلاف الجوي أو ما يحيط بنا والدم في الرئتين. يبقى تبادل الغازات بين هواء الغلاف الجوي والرئتين، أما التنفس الداخلي يتم تبادل الغازات فيه بين الدم وخلايا الجسم المختلفة. يبقى ده الفرق بين التنفس الداخلي والتنفس الخارجي، وده يجب ان احنا نعرفه من خلال اللي هي هذه الصورة توضح عملية الزفير، توضح خروج الهواء الزفير بين الانسان، وطبعا واضحة في انها في فصل الشتاء. بعد كده الهدف الثاني، يبقى الهدف الاول فرقنا بين التنفس الداخلي والتنفس الخارجي. الهدف الثاني ان احنا نعرف مسار الهواء. اول قبل ما نعرف مسار الهواء يجب ان احنا نعرف ان الجهاز التنفسي بيتكون من 10 أعضاء رئيسية مكونة للجهاز التنفس. أولها الأنف، وبعدين البلعوم، آدي الأنف والبلعوم ولسان المضمار، ولذلك هو يكون مسار الهواء من هنا. مسار الهواء يبدأ من الأنف والبلعوم. طبعا الهواء بيدخل من الأنف والفم، ولكن دخوله من الأنف أفضل. ليه؟ لأنه توجد شعيرات دموية وأهداب داخل الأنف تعمل على تنقية الهواء الداخل إلى الرئتين وترطيبه، أو تعمل على تدفئة الهواء الداخل إلى الرئتين خاصة في فصل الشتاء. ثاني شيء أو ثاني عضو اللي هو البلعوم. ثالث عضو لسان المضمار اللي هو يفصل بين الحنجرة والبلعوم على والمريء، ليصل يدخل الهواء إلى الرئتين ويمنع دخول أي مواد أخرى إلى الرئتين، مثال الماء والغذاء. وبعد كده الحنجرة، وبعد كده عند القصبة الهوائية، ثم الرئتين. الرئتين تبدأ عندي فيها بتدخلها القصيبات الهوائية، وبعدين تتفرع إلى شعيبات هوائية
والشعيبات الهوائية تتفرع إلى حويصلات هوائية، ثم من أسفل خالص للجهاز أو الحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز هو الذي يتحكم في عملية أو يبدأ يعمل عملية، له آلية الشهيق والزفير. ينتقل الهواء من خارج الجسم من البيئة المحيطة، يبقى بدأنا من هنا من البيئة المحيطة إلى الرئتين، ثم إلى الحويصلات الهوائية من الرئتين، حيث يدخل من الفم أو الأنف. وبعدين الشعيرات الدمية اللي موجودة في الأنف يبدأ تصفي الغبار اللي هو موجود في الهواء والمواد الكبيرة، وتبدأ الشعيرات الدموية اللي هي موجودة في الممرات الهوائية تعمل على التقاط المواد العالقة في الهواء وتوجهها إلى الحلق حتى لا تدخل إلى الرئتين. وده يعتبر سؤال يقول لي علل تبطن الأنف بالأهداب والشعيرات أو الشعر اللي موجود أو الأهداب اللي تشبه الشعر الموجودة في الأنف. بعد كده عندنا الإشارات الدموية لكي تعمل على تدفئة الهواء المار في الأنف. بعد كده يوجد عندي لسان المسبار. لسان المسبار يبقى عندنا المرشح عبر الجزء العلوي للحلق يسمى البلعوم، ولسان المسبار يمنع دخول جزيئات الطعام إلى مجرى التنفس، لكنه يسمح بدخول الهواء فقط من الحنجرة إلى أنبوب طويل في الصدر اللي هو القصبة الهوائية. تتفرع القصبة الهوائية إلى أنبوبتين كبيرتين تسمى كل منهما القصيبة الهوائية، تؤدي إلى الرئة، يعني تصل إلى الرئة. وهيبدأ هنا نعرف الرئة. الرئة اللي هي العضو الأكبر في الجهاز التنفسي، بقى أكبر عضو في الجهاز التنفسي اللي هو الرئتين أو الرئة، وبيتم فيها تبادل الغازات. وهذه الغازات بيتم فيها القصبات الهوائية التي تتفرع إلى شعيبات هوائية، والشعيبات الهوائية تستمر في التفرع إلى حجرات هوائية أصغر تنتهي بأكياس هوائية تسمى الحويصلات الهوائية. يبقى الحويصلات الهوائية اللي هي الأكياس الهوائية. طيب بتكون جذورها رقيقة لكي تسمح بعملية تبادل الغازات في أثناء عملية تبادل الغازات بين طبعا كرات الدم الحمراء تبدأ تحمل الأكسجين وتبدأ تتخلص من ثاني أكسيد الكربون مع الحويصلات الهوائية هذه. يبقى الحويصلات الهوائية تبدأ تلتقط ثاني أكسيد الكربون من كرات الدم الحمراء، وكرات الدم الحمراء تبدأ تلتقط الأكسجين من الحويصلات الهوائية كما نلاحظ في هذا الشكل الذي أمامنا. هذه خلايا الدم الحمراء تبدأ تلتقط الأكسجين، وعندي الشعيرات الدموية أيضا تبدأ تفقد ثاني أكسيد الكربون وتخرجه إلى الحويصلات الهوائية لكي تحدث عملية التنفس أو عملية تبادل الغازات في هذه المنطقة. عندنا هنا ندخل على النقطة الأساسية اللي هي تبادل الغازات بيتم في الرئتين كما ذكرنا من قبل، اللي هي ينتشر الأكسجين عبر جدران اللي هي الشعيرات الدموية أو الحويصلات الهوائية لكي يتم انتقال الأكسجين إلى خلايا الدم الحمراء، وانتقال ثاني أكسيد الكربون إلى الحويصلات الهوائية، ثم مغادرته إلى خارج الجسم عن طريق عملية التنفس الخارجي. بعد كده الحركات التنفسية اللي هي عملية الشهيق وعملية الزفير. عملية الشهيق المقصود بإدخال الهواء إلى الرئتين. في هذه العملية تنقبض عضلة الحجاب الحاجز في أثناء عملية الشهيق، فيؤدي إلى اتساع تجويف الصدر. لما تنقبض عضلة الحجاب الحاجز تؤدي إلى اتساع عضلة إذا إلى اتساع تجويف الصدر، فيؤدي ذلك إلى دخول الهواء إلى الرئتين. أما في عملية الزفير بيحدث العكس. هذه في عملية الزفير تنبسط عضلة الحجاب الحاجز فيعود الوضع الطبيعي للقفص الصدري أو للصدر، ويبدأ هنا يدخل هواء الزفير إلى يخرج هواء الزفير من الرئتين بصورة طبيعية. طيب متى تتم عملية التنفس أو يكون تحدث عملية التنفس؟ عندما يكون تركيز ثاني أكسيد الكربون بصورة كبيرة في الرئتين، فيحتاج التنفس إلى إشارة من الدماغ، وهذا ما سوف نلاحظه في آلية التنفس أو كيف تحدث عملية التنفس، إننا بيشارك معانا الدماغ في حدوث عملية التنفس. يبقى يتحكم الدماغ في معدل التنفس. ليش؟ عندما يستجيب إلى منبه داخلي يشير إلى كمية الأكسجين التي يحتاج إليها الجسم أو تراكم
كمية ثاني أكسيد الكربون في الرئتين أو في الخلايا، فيؤدي ذلك إلى الاستجابة لعملية التنفس. ثم انتقل للجزء الأخير عندنا اللي هو أمراض الجهاز التنفسي. قد تسبب بعض الأمراض للجهاز التنفسي، منها البكتيريا، ومثال التدخين أيضا قد يسبب بعض الأمراض للجهاز التنفسي، وهذه الأمراض ممكن تكون أمراض مزمنة، وطبعا ممكن تؤدي إلى تلف الأنسجة اللي هي توجد في الرئتين، أو تنخفض فعالية القصبات الهوائية بسبب تراكم المخاط في الحويصلات الهوائية داخل الرئتين. طيب، هناك بعض الأمراض اللي هي الموجودة عندنا في الجدول 2-6 اللي هي أمراض الجهاز التنفسي، الربو. ويجب إن أنت تعرف المرض وتعرف وصف هذا المرض، لأن بيجي لك في الأسئلة وصف للمرض، وممكن يجيب لك إيه بعض الأمراض متتالية في وصف واحد فقط، فيجب إن أنت تركز علشان لما يجيني في أسئلة موضوعية زي الاختيار المتعدد مثلا. الربو، تتهيج الممرات الهوائية، من مؤدي إلى انقباض القصبات الهوائية وتضييقها. يبقى تتهيج الممرات الهوائية في مرض الربو. يبقى نحدد هنا الربو، تتهيج الممرات الهوائية فيؤدي إلى انقباض القصبات الهوائية وتضييقها. التهاب القصبات الهوائية، المرض الثاني، تصاب الممرات الهوائية التنفسية بالعدوى فينتج عن ذلك السعال والمخاط. يبقى المرض اللي بينتج عنه السعال والمخاط التهاب القصبات الهوائية، يبقى لما تصاب ايه الممرات الهوائية التنفسية. انتفاخ الرئة، تتحطم الحويصلات الهوائية فتقل مساحة السطح. يبقى انتفاخ الرئة بتبدأ تتحطم ايه الحويصلات الهوائية فتقل مساحة السطح اللازم لتبادل الغازات. خلاص، بعد كده التهاب الرئة، إصابة الرئة بالعدوى مما يسبب تجمع المخاط في الحويصلات الهوائية، تجمع المخاط في الحويصلات الهوائية، ده بسبب التهابات الرئة وسبب حدوث عدوى بأي أنواع من أنواع الأمراض البكتيرية أو الفيروسية. السل الرئوي تسببه بكتيريا معينة تصيب الرئتين فتسبب مرونة الشعرات الدموية المحيطة بالحويصلات الهوائية، مما يؤدي او يؤثر في فعاليه تبادل الغازات بين الهواء والدم. يبقى السل الرئوي يؤثر في فعاليه تبادل الغازات بين الهواء والدم بسبب وجود نوع من انواع البكتيريا، وايضا بسبب قله مرونه الشعرات الدمويه المحيطه بالحويصلات الهوائيه اللي هو السل الرئوي. سرطان الرئه، نمو في انسجه الرئه بصوره غير منتظمه. يبقى لما تنمو الرئه بصوره غير منتظمه او بدون تحكم، هذه بيسمى سرطان الرئة، أعاذكم الله من هذه الأمراض جميعا. هذا يؤدي إلى سعال مستمر وضيق التنفس والتهاب القصبات الهوائية، وقد يؤدي إلى الموت. بعد كده نبدأ للتقويم الدرس، والتقويم طبعا زي ما احنا شايفين أسئلة سهلة جدا جدا. لما هنقول حدد الوظيفة الرئيسية للجهاز التنفسي، قلنا في البداية في المقدمة ما هي الوظيفة الرئيسية للجهاز التنفسي، اللي هو تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والفضلات من الهواء الخارجي وما يحيط بها، وثم تدخل إلى الدم ثم تنتقل إلى خلايا الجسم المختلفة. دي وظيفة الجهاز التنفسي. ميز بين التنفس الداخلي والتنفس الخارجي. قلت لك التنفس الداخلي هو تبادل الغازات بين المحيط أو الهواء الغلاف الجوي والرئتين والقصبات الهوائية. التنفس الداخلي اللي هو تبادل الغازات داخل خلايا الجسم، داخل خلايا الجسم اللي هو التنفس الداخلي. يقول لنا السؤال الرابع الثالث، تتبع مسار الهواء ابتداء من الأنف حتى وصوله إلى الدم. الأنف، ثم البلعوم، ثم القصبة الهوائية، ثم القصيبات الهوائية، ثم الشعب الهوائية، ثم الحويصلات الهوائية داخل الرئتين، ثم يتم تبادل الغازات، ينتقل الأكسجين من الهواء إلى كرات الدم الحمراء، ثم يخرج ثاني اكسيد الكربون من كرات الدم الحمراء الى الحويصلات الهوائيه، وبتحدث عمليه الشهيق والزفير، وبكده تم تبادل او تم التعرف على مسار الهواء. يبقى الهدف الاول والهدف الثاني. بس السؤال الثاني يحدد يميز او ثم انك تميز، يبقى حددنا الهدف الاول او فهمنا الهدف الاول. الهدف الثاني اللي هو السؤال الثالث، بعد كده تصف آلية حدوث الشهيق والزفير زي ما قلت لك، اللي هي عند انقباض عضلة الحجاب الحاجز بيبدأ يحدث اتساع في القفص الصدري فيبدأ تحدث عملية الشهيق. فعملية الزفير بتحدث عملية العكس اللي هو انبساط عضلة الحجاب الحاجز، فيعود القفص الصدري إلى وضعه الطبيعي ويبدأ يخرج هواء الزفير بصورة طبيعية. استنتج كيف يعوض الجهاز التنفسي أي خلل يصيب الجهاز الدوراني، أي خلل يصيب الجهاز
الدوراني قد يعوضه الجهاز التنفسي من خلال عملية تبادل الغازات. يقول لي هنا برضو سؤال السادس، صف ثلاثة أمراض تصيب الجهاز التنفسي: أمراض الربو، أمراض التهاب الرئة أو التهاب القصيبات، السل الرئوي أو سرطان الرئة. كل هذه أمراض تصيب الجهاز التنفسي. بعد كده يا أبطال عندنا، طبعا احنا مجهزين عندنا في بعض الصور أو الأشياء اللي هي مسار الهواء، زي ما احنا شايفين مسار الهواء كما في الشكل اللي قدامنا، من الأنف والبلعوم والحنجرة ولسان المضمار والقصب الهوائي، هذا باختصار، ثم بتنتهي بالحجاب الحاجز زي ما احنا شايفين في الشكل اللي أمامنا. بعد كده عندنا الحركات التنفسية كيف بيتم فيها. ادي عملية الحركات التنفسية: التجويف الأنفي ثم البلعوم ثم لسان المضمار، بيوجد هنا الحنجرة القصبة الهوائية. وبعد كده عندنا بعد كده عندنا الأمراض اللي احنا قلنا عليها: الربو، تتهيج الممرات، القصبات الهوائية وتضييقها، المرض اللي هو التهاب القصيبات الهوائية والقصبات الهوائية، التهاب الممرات الهوائية التنفسية بالعدوى فينتج عن ذلك السعال والمخاط، التهاب الرئة أو سل الرئة أو سرطان الرئة. أعاذكم الله من هذه الأمراض أجمع. ثم نأتي بعد ذلك عندنا بعض الأسئلة الهامة في الجهاز التنفسي، زي مثلا عندنا: اذكر المصطلح العلمي أو اكتب المصطلح العلمي الذي يدل على كل عبارة من ما يأتي: أنبوب يحمل الهواء من الحنجرة إلى القصيبات الهوائية، أنبوب يحمل الهواء من الحنجرة إلى القصيبات الهوائية، ده طبعا إيه؟ القصبة الهوائية. أكبر عضو في الجهاز التنفسي يتم داخله تبادل الغازات، قلنا الرئتين. أكياس هوائية ذات جدر تتكون من طبقة واحدة من خلايا محاطة بشعيرات دموية، هذه اللي هي الحويصلات الهوائية، ده آخر شيء في الجهاز التنفسي اللي هي الحويصلات الهوائية. كما ترون الأسئلة، اختيار السؤال الثاني، اختار الإجابة الفضلى: قطعة نسيجية تسمح بمرور الهواء من الحنجرة إلى القصبة الهوائية، مرور الهواء من الحنجرة إلى القصبة الهوائية اللي هي لسان المضمار. السؤال الثاني، ينتشر ثاني أكسيد الكربون CO2 من الشعيرات الدموية، إلى هل الحويصلات الهوائية ولا الدم ولا الشرايين ولا الأوردة؟ طبعا عندي ثاني أكسيد الكربون بينتشر من الشعيرات الدموية إلى الحويصلات الهوائية، يبقى الإجابة عندي الحويصلات الهوائية. يقول لي هنا: مرض يؤدي إلى تهيج الممرات الهوائية وانقباض القصيبات الهوائية اللي هو الربو، يؤدي إلى تهيج الممرات الهوائية. تقل مرونة الشعيرات الدموية المحيطة بالحويصلات الهوائية عند الإصابة بمرض إيه؟ التهاب الرئة ولا سرطان الرئة ولا سل الرئة؟